ورجعنا لكم تاني. كل واحد فينا سواء ست او راجل بيحب يقطن الفضة او يلبسها. طيب ازاي نفرق بين انواعها وازاي نحافظ عليها؟ هتكون معانا دلوقتي خبيرة في مجال الفضة، نسمة عبد الوهاب. منورانا يا نسمة. منورانا يا نسمة، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. نسمة قولي لنا بقى، احنا عرفنا ان الفضة انواع، طب احنا ازاي نفرق ما بين انواع الفضة وازاي نعرف انها بيور؟ بس احنا بنعرف بنفرق بين انواع الفضه، بتفرق في عياراتها وبتفرق في البلاد اللي بتنتجها. تمام. عياراتها في عيار 1999 وفي 925، في عيار 800 وفي عيار 600. تمام. بالنسبه للبلاد، في البلد اللي بتصنعها في فضه استرليني، دي اعلى انواع الفضه، بتسمى الفضه الانجليزي، وفي الدنماركي، وفي الهندي والمصري. يعني في كذا نوع، في كذا نوع على حسب. بس ايه اللي بينزل مصر بقى؟ يعني ايه اللي متداول في مصر؟ الايطالي، الايطالي وال اللي هي يعني الايطالي دي تعتبر ارخص انواع الفضه. والسويسري. طب احنا ازاي نفرق ما بين انواعهم؟ ممكن تشرح لنا على الحاجه اللي معاكي؟ تمام. احنا بنفرق من انواعهم على حسب برضو ثقافه البلد. يعني مثلا الفضه الهندي تلاقيها مبهرجه، فيها الوان، بتتميز بالثقافه بتاعت البلد نفسها. بس الفضه الايطالي بتبقى اللي هي المعتاده خالص في الموجوده، اللي هي 925 دي الفضه العاديه، اللي هي اللي ارخص فضه اللي احنا بنشتريها، هي المتداوله عندنا بس مش ارخص اللي نوع عندنا في مصر. بس في فضه سويسري برضو، هي برضو 925 زي الايطالي بالظبط، ما تفرقش عنها حاجه خالص. بس السويسري بتبقى مطليه بميه الذهب، وبتبقى تصاميمها رقيقه يعني متقنه قوي، فبتبان الفرق بينها. بس موجوده. لكن الفضه اللي انت قلت عليها اللي هي الاسترليني دي عاليه جدا، مش هتلاقيها دي اللي بيدخل فيها كولرز الوان وحاجات كده. الفضه هي الفضه اللي هي 1999 بتبقى يعني بيطعموا بيها القطعه نفسها، مش بتبقى كلها، مش كلها يعني. هم بياخدوا منها حاجه بسيطه يطعموا بيها لانها غاليه جدا، وبتنزل مصر عادي. بتنزل مصر بس مش متداوله، يعني مش متداوله، غاليه مش عارفه. طب انت معاكي يعني معايا حاجات تايلاندي، مشغولات، ممكن تعرفينا الانواع من خلال الخواتم او المسلسلات اللي معاكي؟ تمام. انا عندي حاجات ايطالي، وعندي موديلات تايلاندي وهندي، عندي حاجات في حاجات بيور فضه ما فيهاش اي فصوص خالص. يعني الفضه البيور هي اللي ما فيهاش فصوص خالص، دي فضه فضه بس. فضه بس ما فيهاش اي فصوص، مصنعتها كلها في الشغل فيها منها فيها. بس عندي حاجات فيها فصوص، دي الايطالي اللي هي المعتاده، بس فيها يعني في برضه درجات، في حاجات لوكس، في حاجات فصوصها بتبقى ميكرو، في حاجات. طب انا لما اجي اشتري مثلا، يعني مثلا اشتري خاتم، او اجي اشتري اختاره، يعني انا كواحده مش فاهمه نوع الفضه ايه، ولا قولي لنا مثلا لما اجي اشتري خاتم اشتريه ازاي، يعني اختاره ازاي، انه لمعته مثلا بتكون لمعه معينه. بص، بيختلف على طلبك. انت عايز تشتري مثلا، تشتري للمناسبه، ولا تشتري لشغلك، ولا تشتري الصبح. يعني انا بفضل حاجات اللي هي من غير فصوص خالص دي، ان هي تتلبس الصبح، تبقى كاجوال، ما تتكش بلبس، يعني هتلبس احمر، اصفر، أو اي لون بتلبسي الفضه. متهيألي بتتكتب درجه او رقم الفضه على القطعه نفسها. تمام. هو اي فضه، عشان تعرفي ان الفضه دي بيور او بيور. لا، هي اول حاجه انك بتشوفي الختم بتاعها. ما انا ده بتكلم فيه، يعني بتشوفي الختم. بس هو طبعا عشان برضو في دلوقتي اختام كتير ممكن تبقى مغشوشه، فانت برضو انت بحاجه بسيطه جدا جدا، بمنديل النضاره بتاعتك هتطلعيه، وفركي قطعه الفضه كده شويه، هطلع لون اسود، يبقى ده مش فضه، لا فضه، ده فضه. لو طلعت يعني لون اسود، الوحيده اللي اعرف بيها ان مش فضه، مش الوحيده، يعني في كذا حاجه. بس ابسط حاجه لو معاكي منديل النضاره بتفركي بيه، لو فضه، لو فضه هيبقى هيطلع، يعني تطلع لون اسود في المنديل. لو مش فضه مش هيطلع. برضو انت لما بتيجي تمسكي قطعه فضه، لو ليها رنه معينه، عكس اللي بتدي رنين كده على اي سطح. في كمان ان انت لو جبتي مغناطيس وحطيتيه جنب قطعه الفضه، لو راح ناحيتها يبقى مش فضه، الفضه ما بتتاثرش بالمغناطيس. بس طب ممكن تجربي رنه الفضه على حسب برضو، ما انا ما عنديش قطعه تانية فيها مش تبقى مش فضه، فاهماني؟ لا، عشان نعرف بس ان دي رنه الحاجه الفضه، في رنه كده يعني. فهمت.
الانسالات اللي فيها فصوص سوداء وحمراء والوان دي الهندي؟ دي ايطالي. ايطالي دي ايطالي. تمام. الهندي بصي مثلا فين القطع الهندي اللي عندك؟ في حاجه كده مثلا بصي في فيل هم هو دي كده هم بيحبوا دي العلامات بتاعتهم. يعني هي 925 برضو بس بتفرق بقى في ان انت الحاجات اللي هم بيحبوها بتكون مثلا تقلها اكتر. انا ما عنديش حاجه تانية لانها بتبقى بيور مثلا فيها احجار احمر واخضر و... دي والخاتم اللي فيه الوان اصفر واورنج شويه. ده تمام. ده مطلي. ده مطلي لون ذهبي. ده برضو حلو يعني ده لوكس حاجات. لا نوعه ايه؟ ايطالي. ايطالي. هو انا اغلب حاجه عندي ايطالي. بس الحاجات اللي هي زي كده دي تايلاندي. ممكن تمسكيها تبان اكتر عشان الناس تشوفها مشاهدين كده. دي ما فيهاش فصوص خالص, وهي مصنعيتها كلها وفيها اللون الاسود. ده اللي بيميز الفضه التايلاندي. يعني بيبقى هو كده مش يعني بصي بيبقى مصنعيتها في حاجات بصي هي المتقنه جدا الورده فيها فروعها وحاجات بصي كده. بس انت كمان قلت لي في الفاصل ان القطع اللي هي الاساور دي انت اللي مدخلاها, انت بتعمليها بنفسك؟ انا ومدخله فيها ال اللولي ده لولي ولا ده؟ بصي انا عامه اي حد بيجي لي بيبقى محتاج مثلا, هو بيجي يقول لي مثلا محتاج هديه لعربيه مثلا. بس ما بيقولش لحد عنده عربيه. حد عايز كنت بقى بتصممي له حاجه مناسبه. انا بوفر له حاجه, ممكن اجيب له حاجه مش يعني حاجه مش ميداليه خالص وانا بوديها الورشه. بيجي له مثلا دلايه حاجه تتعلق في انا بروح بعلق له فيها احجار في حاجات انا كنت عاملاها برده ميداليه ودلايه كده فيها احجار وبشريط ستان بتتعلق في عربيه شكلها شيك جدا. انت بتوظفي الفكره وتبعتي تقولي انا عايزه كذا. بوديها ورشه عندي. لا انا بتكلم بتكلم ان انت بتدخلي الفضه مدخلاها مع اللولي صح؟ مدخلاها انت اللي عاملاها. اللولي طبيعي. الحاجات دي كلها ده شغل أفكارك. ده حاجات كلها انا اللي مختاره. الاساور دي احجار صح؟ الحاجات دي احجار. الحاجات دي برضو يعني انت مدخله قطع فضه صغيره مع احجار. الحاجات دي فضه كلها بيور فضه. ده كده ما فيهاش اي فصوص. لا بيختلف طبعا على حسب الفضه اللي فيها. طب عايزين نشوف بقى شغلك انت, افكارك انت هي اللي تظهر لنا تقول لنا كل قطعه فكرتها جت منين وعملتيها ليه. بصي انا عامه بحب يعني ايه يبقى فيه شويه اختلاف. يعني بصي مثلا عندي القطعه دي بازل, هو قلب متجمع بازل المفروض انه بيتقطع بس انا مش عامله دلوقتي خالص. لما انت سايباه لاختيار الشخص. في حد بيجي لي مثلا يقول لك انا مثلا عندي 4 اولاد وعايزه لهم فكره. فاللي هو ممكن تكتب حرف او اسمها على الـ على الـ على القلب وبعدين بنقطعه. ممكن وكل واحد يلبس سلسله فيها الاسم الشكل ده. وفي عندي حاجه تانية بالشكل ده. جميل قوي القلب ده. برضو ممكن انت تلبسيه وهنا تكتبي الاسماء بتاعت ولادك 4 او 3 ايا كان. بس في بقى عندي مثلا الاسوره. عندي اسوره كده الاسوره دي برضو معموله وقفلتها بتتقفل كده. وفيها بقى ايه انا بقى مثلا ده كده مثلا حرف حلو جدا. في اكتر من حرف بقى انت براحتك ممكن تحطي اسم. حطي بقى انت عامله حروف على الكوين. في الكوين دي كلها حروف. سلسله مثلا او في الاسوره. في الاسوره في سلسله في خاتم في حلقه. بصي اي حاجه بتتوظف. يعني اي حاجه بتشغليها. نسمة الفتره دي ظهرت موضه البيرسينج واحنا عرفنا ان انت شغاله فيه. تمام. فقولي لنا ازاي بتركبيه وهو خطر علينا وعلى صحتنا وازاي نحافظ عليه لاطول مثلا فتره ممكنه واحنا بنحافظ عليه مثلا يعني بيقعد 3 شهور وبتشيليه تاني ولا المده بتاعته ايه المده يعني؟ هو انا اول بدات من بيرسينج بدات عشان يعني لما جيت اشتغل في الحاجات دي قابلني كتير ناس منتقبات ومحجبات محتاجين ان هم يعملوا حاجات دي لبيتهم في بيتهم ومش عارفين ان هم يتعاملوا. فبصراحه انا دخلت شفت ايه الادوات المستخدمه وشفت ايه خطورتها وايه طريقتها ويعني وعرفت كل حاجه عنها. الموضوع بسيط جدا. انا عندي في محل عامله كورنر كده خاص بالسيدات ما فيهوش اي كاميرات ما فيهوش اي حاجه. بدخل البنت جوه بتقلع براحتها الطرحه بعمل لها في ودنها في النوز براحتها ما فيش اي حاجه.
مش اي ضرر يعني. هو اهم حاجه تكون النظافه طبعا اهم حاجه، يعني احافظ عليه ازاي بالنظافه. بصي طب هو بيتشال أنا مثلا كل مده ولا بيقعد قد ايه مثلا البيرسينج عشان يكون صحي مثلا؟ لا هو مبدئيا كده انت لو عملتيه صح من الاول هيبقى معاكي زي الفل يعني. يقعد مثلا سنه لا كتير على طول اكتر من سنه زي الحق العادي. هو اهم حاجه انا البدايه بس. ازاي معدن مثلا يعني افضل سايباه مثلا في وداني او ما في تغيري فيه وبعدين بتشيليه بتنضفيه بتنضفي مكان. ما انا قصدي كده يعني احنا ممكن احنا بنفكه وننضف تاني ونركبه صح كده. بس اهم حاجه انا في الاول بيبقى مثلا المسدس بتاعي متعقم، الحلق طبعا طبي بيتفتح قدام الكلاينت اللي عندي، كل حاجة بعد كل واحدة واحدة طبعا بنضف المسدس جدا وظهرت على الشاشة برضو البيدج بتاعتك يا نسمة بأرقام التليفونات عشان تتابعوها. نسمة قولي لي الفضة نوعها بيختلف مع تشكيلها؟ هو في الحاجات اللي بتتشكل عامة بتبقى عيار 800، هو الفضة المصري دي أكتر حاجة سهل تشكيلها في الورش في الحاجات العمولة. لكن في فضل هي 600 دي اقل عيار بيستخدم بس في اللحامات يعني ما بنصنعش منها لان هي الماتيريال بتاعتها مش ضعيفه. بس بتفرق بقى من حاجه لتانيه على حسب بقى انت بتبقي الموديل اللي انت عايزاه. انا بصي عندي هنا حلق برضو شكله ظريف حلو جدا، بتقدري انك توظفي تحطي فيه فص تحطي فيه خرزه زرقاء على الطقم بتاعك، خرزه حمراء برضو ده وممكن تستخدمي. عايزين بقى ايه بما انك قلتي الخرزه الزرقاء والخرزه الحمراء والكلام ده، الخرز ده فعلا يعني الخرزه الزرقاء بنسمع ان هي بتمنع الحسد او بصي هو عامه اصلا مبدئيا الكلام ده صح؟ هو مبدئيا الفضه ذكرت في القران في سوره الانسان بشر بها اهل الجنه فاكيد ليها فايده لاهل الدنيا يعني. بس هي بتدي طاقه ايجابيه. واحنا معتقداتنا طبعا القديمه ان احنا طبعا الخرزه الزرقاء بتمنع الحسد والكلام طبعا كله بمشيئه الله، بس يعني ايه بصراحه بتدي طاقه ايجابيه ومريحه ولونها لونها عشان متاخده من لون السماء والبحر فهي بتدي فعلا طاقه ايجابيه. هيتعرض الصور اوكي نشوف بقيه الصور بتاعتك. المجولات اللي فيها فصوص دي هندي ولا لا الفصوص دي لا ايطالي عادي بس هي اسمها فصوص نانو. الفصوص الملونه دي نانو كلها بتبقى متطعمه بفصوص ازاز عليه بس ملونه. انت في المجال ده بقالك كام سنه؟ 3 سنين. فهمتي كل حاجه خاصه بيه؟ انا لسه بتعلم برضه بس دي احسن حاجه فعلا احنا حتى لو قعدتي كام سنه برضه كل ما اتعامل مع حد بصراحه بكتسب خبره منه جامده جدا يعني. ف لسه ده الكوليكشن بتاعك جميل جدا. في دي بقى الدلايات دي دلايات في على حسب يعني الدلايه اي دلايه فيهم بتركب على اي سلسله عندك على حسب برضه انت اختيارك. الفيون كده بروش صح؟ جميل قوي. طيب ازاي يا نسمه عايزه اسالك ازاي نهتم ونحافظ على قطعه الفضه اللي عندنا يعني عشان مثلا احتفظ انا عندي مثلا خاتم حلو زي اللي انت ملبسهوني ده دلوقتي احافظ عليه ازاي واهتم بيه علشان مثلا يقعد عندي بدل مثلا سنه سنتين وبقى محافظه عليه؟ بصي مبدئيا كده الفضه بتتاثر بالاكسده فاحنا لازم نحافظ عليها. يعني اول حاجه يعني بلاش يعني تبقى في البيت على طول او ما يدخل البيت مثلا لحه ميه وصابون بيأثر والكلام ده طبعا البرفان بيأثر البرفان بيأثر والميه والصابون والركنه والكتمه والحاجات دي. طب احافظ عينها ازاي؟ عينها ازاي يعني مثلا انا ببقى راجعه تعبانه من الشغل فبقلع بقى وارمي يعني لما تهدي بعد شويه هتجيبي منديل وتمسحيها عادي خالص وبعدين ممكن تلفيها بمنديل وتحطي علبه عندك علبه قدامك علبه للفضه هي احسن حاجه انك تلفيها في منديل وتحطيها في كيس بلاستيك. طب فعلا الفضه ممكن لو اتحطت جنب اي معدن تاني ذهب او بتسحب منها ولا الكلام ده خطا؟ لا الكلام ده غلط. الفضه بصي هي اصلا الذهب الفضه والنحاس بيخشوا في صناعه الذهب هو اللي بيميز عيار 21 عن 18 درجه النحاس درجه النحاس والفضه في الذهب فمش ما بتاكلش من معلومه خطيه جميلة. لا لا يعني حتى لو اي معدن حتى لو اي معدن الموضوع كله ان انت الذهب مثلا لما بتجيبيه تلبسيه فتره كبيره غواش مثلا وبتلبسيه فتره كبيره من كتر الاحتكاك في بعضه ممكن وزنه يقل بس الكلام ده على مدار مثلا 20 30 سنه لابسه الحاجه لكن قصدي انك انت مثلا لابسه خاتم ذهب ولابسه فوقيه مثلا خاتم فضه ما بيجروش اي حاجه يعني ما لا ملوش اي علاقه خالص معلومه خاطئه خالص. طب بالنسبه
ليه فكرتي اساسا من الاساس ان انت تدخلي الفضه مع الاحجار؟ اذواق يعني. هو انا يعني جات لك حد عايز كده فجربتي ان انت تكملي في الموضوع ولا من نفسك؟ لا انا حبيت الفضه عامه بيليق عليها اي لون. فشكلها ظريف يعني. طب احنا ممكن مثلا ميداليه مثلا فيها لون او فيها حاجه بتدي شكل كويس. بدا بقى معايا موضوع بان انا مثلا حد يخش لي، طب انا عايزه مثلا يعني دي مثلا ماشي، دي برضو عموله، دي فضه وفيها لون اسود، مديني شكل احلى. جميله. مديني شكل احلى انها تبقى كلها اسود في اسود. طبعا الفص اللولي يعني مطعم بيدي شكل. يعني انت لو حد دخل لك مثلا عايز يشتري حاجه، انت بتوظفي له مثلا تلبسيه مثلا حاجه مع حاجه؟ انا اهم حاجه عندي ان الكلاينت عندي يبقى طالعين مبسوطين ومقتنعين بالحاجه. انا فعلا كنت مبسوطه النهارده باللوك اللي احنا لابسينه، ميرسي جدا. والخاتم شيك قوي. نسمة، بصي كلنا دايما بنحتار ازاي نلبس الاكسسوار المناسب للطقم بتاعنا، للمناسبه بتاعتنا، رايحين شغل، رايحين جامعه، رايحين فرح، رايحين خروج عادي. بتفرق بقى. يعني مثلا الصبح حاجه اللي احنا عايزينها، حاجه تايهين مش عارفين نلبس ايه. لا هو بصي، هو الصبح عامه بيحب الهدوء. الهدوء. انا مفيش استرسات بقى. الحاجات اللي بتلمع دي، بحب الحاجات اللي مفيهاش فصوص. يعني لو لبستي حاجه، نلبس بقى الحاجات اللي هي كدا. البيور دي كده يعني حاجه يعني فاهمه، بيور او تايلاندي. وفي حاجات هندي برضو، في حاجات قصدي ايطالي بتبقى سامبل هاديه كده يعني. بصي رايقه بسيطه. فرح بقى بيحتاج طبعا الضيق فرح بقى. حاجات بقى فيها استرسات كده ظريفه، و اسوره، خاتم حلو كده يعني، حاجات بقى بتلمع وزهره كده. بس كل حاجه بتبقى بسيطه بتبقى احلى يعني. بحسب عن ذوق اللي قدامي. هي الحاجات الفضه فعلا كل ما كانت بتبقى هي رقتها في بساطتها، بالذات الفضه. هي ما بتقدمش. وما بتقدمش خالص. يعني انا بحبها جدا. هي بتاعت كل جيل. بالظبط. الكبار بيحبوها جدا، والصغيرين بيحبوها جدا، الوسط يعني كل، والرجال، الرجالي عندي كوليكشن رجالي برده حلو جدا. بس يعني حاولت ان انا اجيب حاجه من كل الحاجات دي. على فكره برده هاند ميد برده رجالي. يعني انت بتشتغلي برضو حاجات رجالي فضه، وعندك برضو عندي كوليكشن حلو جدا اساور و... طب ما جبتوش ليه معاكي؟ انا اسفه والله. يعني كفايه كده. طب اختيار، احنا اتكلمنا بقى عن الستات واختياراتها ومناسباتها. الرجاله بقى. الرجاله بقى. الرجاله بتختار ازاي؟ يعني نعرف منك برضو، انت عندك خبره في المجال، ازاي الراجل بيختار حاجه هو عايزها، بيحتار فيها، او لو مراته هي اللي عايزه تختار له؟ في، هو طبعا هي كلها اذواق. في مثلا حد بيدخل عندي بيبقى عايز حاجات ضخمه، عندي خواتم ضخمه، في حاجات عايز حاجات سامبل برضو. بتفرق على فكره، انا بحس ان بتفرق برضو من الصبح بالليل برضو يعني. عايزه برضو يعني برضو حتى في الراجل يعني بتفرق من مناسبه او مشوار عادي. يعني بس بتفرق بقى معايا الالوان، هو بيحب لون اسود كحلي. في عندي برضو حاجات في الرجالي ميكرو صغيره، بتبقى فيها فصوص صغيره كده بتدي لمعه حلوه قوي. طب نسمع، احنا خلاص قرب وقتنا يخلص، قولي لنا ايه اللي انت تتمنيه في حياتك؟ يعني نفسك يبقى بعد اللي انت عملتيه تعملي ايه تاني؟ انا نفسي المحل بتاعي يكبر ويبقى براند، ويبقى اكيد كذا فرع. سيلفر كاسل. بتمنى بصراحه يبقى اكيد يبقى ليه كذا فرع. طبعا طبعا ان شاء الله اكتر فروع واعمله براند. خلاص يا امنيه، احنا وقتنا خلص. نورتينا النهارده يا نسمه. نورتينا يا نسمه، وكان كوليكشن جميل، وبنشكرك جدا على ان انت لبستينا، والخاتم الشيك ده واللبس بتاعنا برده. احنا نختم بقى كله شيكه. يا رب النهارده تكون حلقتنا نالت اعجابكم. انتظرونا في اربع جديد بفقرات جديده مميزه. وصباح الخير، وصباحكم شاي اخضر. الى اللقاء. الى اللقاء.